شعب مصر الأبي، هذا هو جيشكم، هذه هي قواتكم المسلحة، وهؤلاء هم رجالها، وتلك هي رسالتهم، يحملون أرواحهم على أكفهم فداء لكل حبة رمل من ثرى مصر المقدس. ليس لديهم هدف سوى تغليب المصلحة العليا للوطن. وعلى الجميع أن يدركوا أن رجال جيش مصر جميعهم كانوا ولا زالوا وسيبقون بإذن الله على قلب رجل واحد. فمهما كانت تضحياتنا، ومهما سالت دماؤنا، ومهما فاضت أرواحنا، لن تثنى إرادتنا ولن تطفأ نار عزيمتنا. سنبقى دائما داخل إطار الإرادة الوطنية، نأتمر بأمر الشعب، فالشعب هو القائد وهو السيد. أقسمنا أن يظل ولاؤنا المطلق لأرض مصر ولشعب مصر، نحمي إرادته ونصون قراره، نفخر ونشرف ونعتز بانتمائنا لهذه المؤسسة الوطنية العريقة، كما أننا نشرف ونعتز ونتفاخر بأننا جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني لهذا الشعب الأبي. فنحن شعب عريق في مفاخره، وأمة تشتري النصر بغاليها. أرض الكنانة ما عقمت ولا انحنت يوما إلا بباريها.